الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الآباء الأفاضل والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نجيب على بعض الأسئلة، في واحد من أخواننا جزاه الله خير وراني مقطع للإزيرك في قناته الخضراء، قناة الخضراء لواحد في اليوتيوب، وعنده درس أظنه في مسجد تقريبا في أم درمان جنبه هناك، والجماعة قاعدين وهو بكضب عليهم. قام نزلوا كمقطع قال هل زيارة القباب شرك؟ ده سؤال كده قال. قال ده شرك يعني؟ والزول اللي بيمشي هل هو مشرك؟ كلام زي ده. وبعد ذاك بدأ يلعب. أول حاجة قال القباب أول حاجة بتجوز، كونك تبني قبة ده بيجوز قال. وهذا من تحليل ما حرم الله في أعظم الحرمات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال والدليل على ذلك آية في سورة الكهف، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال هذا هو الدليل عنده على اتخاذ أو على بناء القباب، على بناء القباب. بعد ذلك قام قال وهذه الآية دليل على بناء القباب كما قال ابن كثير أن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هم أهل الإيمان. والله المخلوق ده الصوفي ده الزول ده كذاب، كذب كذب غريب ذاته. زول ما بيستحي، ما بيستحي إنه يفك الكذبة كده مرة واحد، كذب عديد تل كده يفك عليه. انت بتكذب كده مالك؟ كذب عادي اللي فك عليك مرة واحد، فهمت؟ يا اخي الآية دي ابن كثير عليه رحمة الله قال ونقل فيها ابن جرير قولين. ده ابن كثير للأمانة العلمية قال الكلام ده. قال القول الأول هم المسلمون، والقول الثاني هم أهل الشرك. بعد ذاك ابن كثير قال والراجح أن هذا هو قول أهل الغلبة، ولكن هل هم محمودون أو مذمومون أو مذمومون؟ قال فهذه فيها نظر، والذي يظهر أنهم مذمومون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فهمت؟ ده جاب ابن كثير. وبعده جاب أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولذلك نقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد قبر دانيال، ده من الأنبياء، فهمت؟ قال لما وجد قبر دانيال عليه السلام قال أمر أن يخفى قبره وأمر أن تدفن الورقة التي أتى بها وفيها شيء من أمر المغازي، فهمت؟ ورقة دفنت مع نبي عليه السلام. عمر بن الخطاب قال لهم احفروا قبور واخفوا بدن النبي عليه السلام عشان الناس ما يعبدوا، وادفنوا كمان الورقه دي عشان الناس ما يشيلوا شريعه غير شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده استدل به ابن كثير على انه الراجع عند ابن كثير انه ما بيجوز البناء على القباب والاضرحه. اجي الازارق الكذاب الدجال في منطقه الصوفي الذي لم يجد له من كلام أهل العلم ما يؤيده، دار يجي يقول لك إنه ابن كثير بيقول كده. قالوا راجع الغرطبي كذاب مفتري، فهمت؟ ما في واحد من العلماء، فهمت؟ قال لك دي قال أو دي قال ابن كثير أو القرطبي. الزول ده كذاب كذب عجيب، نفس زي الكذبة الفكاة في مناظرته مع الهواري، وقام قال الدليل بتاع البدعة الحسنة ورهبانية ابتدعوها، قال راجع القرطبي وابن كثير وغيره، فهمت؟
وابن كثير والقرطبي كلهم قالوا الأمر على خلاف ذلك، على خلاف ما نقل الإزيرق. برضو الإزيرق نفسه كلام الكذب، وهو إنسان يمتهن الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نفس الشغلانية دي فهمت جاب في تفسير آمنتم من في السماء، قال القرطبي قال هو جبريل كذاب. الزول ده زول كذاب مفتري فهمت، ولاقي الهوى ضاربه فهمت، ويكذب على المسلمين ويلعب على عقوله، وده كله من التدليل، ويتحمل ذلك الوزر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والله يا الإزيرق انت قال، انت قال الكلام ده بتغيظنا به، ونحن الأدلة نحن عندنا ظاهرة جدا على حرمة زيادة القبر، مش قبة فوق الشبر ما تزيده، فوق الشبر ما تزيده. تجي انت دار تعمل لك جباب وأضرحة ويجوز الشرك للناس، مش افتح بلاغات فاتح قال بلاغ، قال انه قالوا انا داعي الشرك. داعي الشرك ذاته بسيطة عليك، ذات داعي الشرك دي بسيطة عليك، انت مفروض يدوك حاجة تانية اكبر من كده. انسان كذاب من الدرجة الاولى محترف. بعدين قام جاب الحديث قال: واما حديث لعنة الله على اليهود والنصارى، قال ده خاص باليهود والنصارى، لأن الرسول ما قال لعنة الله على المسلمين. ما ده زول بريد ما بيفهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر لك فعل اليهود والنصارى، هل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك عبثا أو لحكمة؟ صلى الله عليه وسلم بيذكر لحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اليهود والنصارى، قال شنو؟ قال فمن؟ عشان كده عائشة رضي الله عنها في متى الحديث، يعني الصوفية دارين أنا نخلي فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونجي نسمع كلام الإزيرق عشان بعدين أنا أمشي القبة بتاعت الشيخ وأسف التراب أسف الرملة وأطلع بر الإسلام، خارج الإسلام، بر الإسلام تمرق، وأسمع كلام الإزيرق وأمشي لقبة البرعي والرمة بتاعت الكباشي والرمة بتاعت حسن وتحسونة والرمم المدفونين تحدال، أمشي أشيل منهم تراب وأكله بالكذب الذي يتولى نشره الآن الإعلام بتاع الإخوان المسلمين، كذب على الشعب السوداني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من تسلط هؤلاء الصوفية ومن معهم من جماعة الإخوان المسلمين. والله ده ضر الأمة السودانية دي ضرر شديد، ضرر في العقائد، زول كذاب. أدلة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث جابر، نهى أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص، ودي كلها بيعملها الصوفية، كلها بيعملها الصوفية. أمشي حمد النيم تلقى واحد قاعد له في قبر، واحد سنو واحد بيقطع جمار في قبر، وفي حاجات بيبيعوها بتخليك طاشي شبكة بيبيعوها جوا المقابر، وتبش وشطة وفيمتة وترمز جوا جوا المقابر، دي مقابر، دي مقابر فهمت؟ ده غير من البلاوي الثانية، القاعدة تتقبض، امشي شوف سجلات الشرطة فيها شنو؟ فهمت؟ شوف هناك، ده عبارة عن ملتقى بتاع فساد بكل مستوياته، فساد عقدي، فساد غيره غيره، كل الفساد بتلقاه هناك، فساد تلقاه هناك، فهمت؟ يجوزوا لك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي أو الأسدي، قال: ألا أبعثك؟ يعني أنا ما أقوم آمرك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته؟ أهذا مكذوب؟ الحديث اللي في صحيح مسلم ده ولا مدسوس فهمت؟ ولا جابوا الوهابية ولا تحلوا كيف الحديث ده؟ ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. كلامك ده أنت ما هنا بتبرطع ساي، لكن احنا لو ربنا مكن لنا في البلد، احنا طبعا مع حكام ما بنكسر القبة، ما بنكسر عليك، ما بنشيل ساطور زي العطالة السرورية وديل، بنتكلم بس، بنتكلم والحمد لله الناس ماشية تعرف، الحمد لله الناس ماشية تعرف. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى مكننا بحوله وقوته، والله يبقى لك انت كرشتك ذاتها مستوية،
كلها بسويها لك مع الواطة. والله جد فهمت؟ ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وده السبب البيو بتنزل البركات. قباب قاعدة صوفية بالليل والنهار مالننا في الإذاعات وفي التلفزيونات وفي القنوات وفي الواتساب وفي الفيسبوك. الأولياء قبل شيء بيقرأ لك شيخ آدم: أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وشيخين قال له شيء كن فيكون، وشيخين جلس يعلم في قلبه وسوس، وشيخي بيقلب الولد بيت والغنماية تيس وإلى آخر. وين الأولياء بتاعنكم ده شغالين؟ شغالين ليه؟ شوف الدولار عمل كم؟ فهمت؟ الناس دي تعبانة ما لاقية تاكل، الفكي ذاته الصابون أبي، المسيد بتاعه يتملى موية، ما كان يعمل له ترس ولا يعمل له حاجة، فهمت؟ واحد تاني والله يا شيخ في جبرة هنا برضو، ذاك الحرامي جه سرق الأكسن بتاعه، وذاك تلقاه بيشخر والله يكرمك تلقاه بيخرج في الريح، فهمت؟ والضبان مالي خشمه، وتلقاه للصبح خوخ شنو ده ورا العربية بتاعتك فادها، فهمت؟ لو ما السرقة حرام، أنا الحرامي ده كان تاني بحول له رصيد، فهمت؟ والله ده ما الحاصل كده. انت لو بتنفع كان نفعت نفسك، لو بتنفع انت كان نفعت نفسك. شيخ اللمين والله الجاية في البلد دي ما عارفها، لكن ابويا الشيخ بيعرفها، مشى الامارات هناك فهمت، جزاهم الله خير، قاموا قصوا لك طوالي، عدوا لك نمرة واحد جوردن فهمت. السيبقى ما عنده اي حاجة، ما عنده اي حاجة. لما كان محكمته مع شيخنا مزمل قالوا في غرامة 20 مليون، بعد ذاك عشان يظهر في الإعلام، شوف ربنا بيخزيه كيف، قال أنا الموضوع ده قال يعني عفيته وكذا ومشى. بمناسبة عودته من وين؟ قال عفيت الموضوع. أسي الحمد لله يلموا ليك في زاوية وكسروها وطردوه فلس. تاني جراجع قال داير القروش، ودعا على أقل أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. أمشي أفتح بلاء، فهمت؟ ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فده كله هوا الساي صوفية مالين البلد شرك، وقاعدين لنا يغتسونا، يغتسوا حجرنا ويغتسونا نحن، فهمت؟ وفي النهاية ما مستفيدين منهم أي حاجة إلا الضياع والضلال، وناس كتير باسم زي الإزارق وزي غيره، وأنت في النهاية بتمشي بتعمل بلاغات ساكت. لكن عارف نفسك يومك اللي يجيبوك في القناة الرسمية، البرامج اللي بيعملوها الحوارية دي، وكلهم جبهجية بيحاولوا يحاكوا الجبهجي الكبير بتاع قناة الجزيرة، ذاك اسمه مين كده بصرعة، ده اسمه منو فهمت؟ الاتجاه المعاكس، ذاك دعم الله صنعاء فهمت، دار يحاكيه، جايب الدجال الشعبي والدجال بتاع المركز العام جايبهم فهمت. انت ده كله هوا الساي، انت بس زح منه. افتح لي الاستوديو ادفع لك حقك، افتح لي الاستوديو ده وخلينا نجيب الكتب، نجيب ابن كثير ونجيب القرطبي ونجيب كده، خلي الأمة دي تعرف العاصي شنو، تعرف العاصي شنو. لكن ما بيقدر لأنه بينفضح، الإزارق بينفضح، الإزارق يقدر يدافع عن إنه بيقول الوهابية بيقولوا الله في السماء، طيب إذا السماء انشقت الله يتلب ولا شنو؟ يقدر يدافع عن دي؟ ها؟ هل ربنا سبحانه وتعالى استواه وعلوه على السماء وكونه فوق السماء، ربنا تبارك وتعالى، هل هذا يقتضي أن الله يحتاج إلى السماء، أو أن السماء تقله، أو أنه يماسها، أو أنه يستوي عليها كاستواء المخلوق؟ يا إزارق يا كذاب يا جاهل يا بليد، هل ده المقصود؟ فهمت؟ أسئل ليلة أديك مثال مخلوق لمخلوق. القمر ده مش فوق لنا؟ القمر ده مش فوق لنا؟ هل القمر ده ماسينا نحن؟ لو قلت ما فوق لنا يا إزارق فهمت؟ انت اصلك مجنون، لكن زدت اليقين في جنونك. ولو قلت فوق لينا، طيب ليه القمر ده نحن ما هابشنه؟ فده كل اخواننا بلاده، بلاده من الامه دي، وما بيقدر يدافع، ولذلك يمشي يلف ويدور، وتمشي تفتح بلاغات وكده، وده ما بحلك مننا، والله تفتح بلاغ تطردنا من السودان ما بنخليك، ما بنخليك، فهمت؟ اي محل تمشي لذلك والله نحذر منك ونتكلم فيك. وبفضل الله تبارك وتعالى الزول ده بقى مكشوف، بقى مكشوف حال، مكشوف حال في السودان وفي غير السودان. الناس دي بقت عارفه الكذب بتاعه، وعارفاه زول داعيه بتاع الشرك، وزول راس من الرؤوس اللي بتوديك لجهنم، والله الذي لا اله غيره.
داير تخش جهنم وتلاقي فرعون وأبي بن خلف وأبو جهل والنمرود بن كمنعان وعمر بن لحي الخزاعي باري الشغل بتاع الزيرك ده، أو قصايد البرعي، أو الشغل بتاع الختمية، والله تلقى نفسك معادلك تحشر معاهم. فهمت؟ ده دين يا أخ مخالف للقرآن الواضح، يحرف في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة فيها تصاوير في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح أصوروا له تلك التصاوير. فهمت؟ بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، ونشهد أن الإزيرك كذاب مفتري لا حجة له ولا دليل إلى يوم القيامة. فهمت؟ فده كله لعب ساكت يا الإزيرك. بعد ذلك قال: تمشي القبة شرك ولا ما شرك؟ ما شرك كيف؟ ما شرك كيف؟ تمشي للقباب، بناء القباب ده محرم نحن عارفينه، لكن الناس اللي بيمشوا للقبة ديل، تمشي القبة تطوف، والقبة بتلقى فوقها محل بتاع تاخد فوقه قروش، ومحل تاني بتلقى فوقه تراب. فهمت؟ تسففوا للناس. هل هذا من الإسلام؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليخرج الناس من عبادة اللات والعزى ومنات إلى عبادة البرعي والصائم ديما والإزارك والمكاشي وحسن وتحسونة وأحمد التجاني؟ ها؟ يعني ذلك شرك، أبو جهل شرك، اللات شرك، هبل شرك، لكن البرعي ما شرك. فهمت؟ ده حب للصالحين، لكن المكاشي ما شرك، ده تبرك بالصالحين، لكن طينة ود الطريفي ما شرك، ده غسيل كلى، ده الدين؟ هل هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يا اخواننا شوف الصوفية دي، والله نحن بنوريك، نتحدى بها أي صوفي على وجه الأرض أو فوق الأرض أو تحت الأرض، يمشي بأربع أو باثنين أو على بطنه أو بعينيه، والله وبالله وتالله ما عندك دليل واحد على منهج الصوفية، ما عندك دليل. وأكذب الخلق هم الصوفية. أنا لو فتحت لك الكتب دي بتتحير. فهمت؟ ده طبقات الشعراني، هذا جواهر المعاني، وفي طبقات الشعراني وغيره من الكتب الموجودة. فهمت؟ كده نزل الكتب دي هنا، ده مجموع أوراد الطريقة البرهانية. فهمت؟ في كتاب طبقات الشعراني قال الشيخ إبراهيم بن عصيفير، ده من شيوخ الصوفية، ونحن الكلام ده بنذكره لأنه ده الشيء المتاح لنا، متاح لنا هنا الحق بنبينه. بعد ذاك إن شاء الله ربنا يبارك والشعب السوداني يستمع ويعرف. والآن الحمد لله دي ذات خطوة كويسة، أس الليلة بقى أي صوفي يتعصر ويبينوا له الأدلة والآيات والأحاديث تلقاه طوال يقول لك الشغل ده مدسوس. ليه بس مدسوس جوا المناظرة؟ من زمان ما كان مدسوس ليه؟ داسي وهسي ليه؟ الشيء أنا منكورة. قال إبراهيم بن عصيفير قال: ومن كراماته أن بوله أبيض كاللبن الحليب. قال والله جد، ده إبراهيم بن عصيفير. واحد تاني قال اسمه إبراهيم العريان، إبراهيم العريان دولي من أولياء الصوفية، قال: وكان يطلع المنبر عريانا زي ما ربنا خلقه. فهمت؟ لا فيه مرايات، فهمت؟ لا فيه فوطة بتاع الطين ولا أي حاجة، زي ما الله خلقه. ثم يقول: باب اللوب بين القصرين جامع طولون الحال، واستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين، وينزل قال: فيحصل للناس بسط عظيم. تتخيل الإمام بتاعك شرط بتاع صلاة ما عنده، شرط الصلاة ستر العورة ما عنده، ويا ريت لو كانت صلاة عادية، ده كان استهزاء، لأنه ربنا ذم اليهود والنصارى. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
وربنا قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها شنو؟ هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ده ذول بيطلع المنبر يخطب لهم واتقوا الله وإن بنات المسلمين كاسيات عاريات. وطيب انت ما في خيط يا ود الحلال، انت بتتكلم عن ياتو موضوع، انت خيط ما لابسه. تخيل زي ما قال واحد، جلى واحد قال له انا داير لي قروش وشنو ما عارف، فهمت؟ وداك زي ما الله خلقه جاو قال له داير كده اها بكم، قال له خليك من بكم، هسه لو قلت لك اديني القروش حتمرق لي من وين يعني؟ ده الصوفي ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه، والله يد جاي ابيض احمر، فهمت؟ جاي عديل كده ويتكلم وهوس كثير جدا موجود. ابراهيم الدسوقي، ابراهيم الدسوقي كتاب قبس من نور بتاع الطريقه البرهانيه بتاع محمد عثمان عبد البرهاني، ده برضه ده كتاب ثاني له. قال من كراماته، قال كنت جالس في غرفتي، هنا كان في الخرطوم ثلاثه، كانوا زمان جيران حبوبتنا بيجاي جيران مطالب الحيط. قال كنت جالس في غرفتي، وبعدين قال كنت زهجان. بعد شيء قال جاني ابراهيم الدسوقي، ابراهيم الدسوقي مات له فتره طويله جدا. المهم قال له مالك في الخرطوم ثلاثه؟ قال له والله بس زهجان شويه كده. قال له وراح ماشي وين؟ قال له انت قال ماشي السوق العربي؟ قال له ماشي حلفه الجديده، طبعا ما محمد عثمان عبد البرهاني من هناك. قال له وراح الى حلفه؟ قال له خلاص راح. ديل ما بيمشوا بالطيران طوالي، البرهانيه بيفوق طوالي، اوب لا مطار خرطوم لا بص سياحي لا تقطع تذكره، بفوق طوالي. قال مشى، قال فوجدت مجمعا للانبياء في حلفه، لقى في اجتماع كبير جدا للانبياء قاعدين. قال فجلست عن يميني ابراهيم وعن شمال، عن يميني النبي صلى الله عليه وسلم، عن يميني ابراهيم وعن شمالي ابراهيم الدسوقي، ومن امامي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفي نوح. قال فقدمني الانبياء فقلت كلمه بكى لها نوح عليه السلام. والله جد يا ناس، ده دين، ده دين بتاع صوفية، تخيل، ده الموجود الآن، ده الدين الموجود الآن. وكلام غريب جدا، تقدر تناظر في الموضوع ده يا إيزيريك؟ ما بتقدر، والله الكتب دي نجيبها لك والله إلا تجري من الاستوديو، والله تجري، فهمت؟ ده باطل يا ذول، لعب، فهمت؟ بيطير عادي ويتكلم مع الأنبياء. وعبد المحمود نور الدايم، لأنه إيزيريك قال طبقات والضيف الله ما عنده إسناد، قال والضيف الله ما مرق من الحلفايه، انا ما اعرفه ماله، كان عنده 40 ولا شنو. المهم قال ما مرق، قال ما زي ازاهير الرياض بتاع شيخنا عبد المحمود نور الدايم اللي كان هو يعني بياخذ الكلام بالاسانيد. وكتب عبد المحمود نور الدايم ملانا باطل وكفر، لا يقل عن كفر اولاي. ده قال من كرامات الشيخ عبد المحمود نور الدايم، قال من كراماته إنه كان جالس في حلقة العلم، بعد شوية قال فنزل شبح من السماء، قاعد كده مع الجماعة، نزل شبح من السماء. قال فطار معه الشيخ ثم رجع. الشيخ قدمه كده، الشيخ ده قدمه كده، أنا ما عرفت حد عنده وقود ولا الحاصل شنو، طار معه فوق كده وجا راجع. الحواوير قاموا سألوا الشيخ الحاصل شنو، شفناك كده طرت فوق قدمت الزول ده وجيت راجع. قال لهم هذا ملك من الملائكة حصلت له هفوة فاستشفع بنا فشفعنا فيه. ملك من ملائكة الله غلط مع ربنا سبحانه وتعالى، أن احنا قال لنا يا 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 السمانية أرح كاكم معي لله، أنه أنا غلطت في حق الله سبحانه وتعالى، أرح كاكم قربوني لله. الكلام ده مش كلام أبو جهل، ده كلام الملائكة. الملائكة هذول قريبين من الله، ربنا أول حاجة قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رأيك شنو في الإسناد ده؟ أنت قلت ما مدسوس، كتب عبد المحمود نور الدايم ما مدسوس، رأيك شنو في الكلام ده؟ الآية دي توديها وين يا ليزيري؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قال قبل شفاعة أحمد الطيب البشير أو الشيخ في هذا الملك الذي أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، وبعد 1437 سنة
أو 38 سنة أو 30 سنة طلع القرآن فيه حاجات تحتاج إلى تصحيح. عبد المحمود نور الدايم والبرعي وأحمد الطيب والإزارق والصوفية طلع القرآن كده، فهمت؟ لا تجي تتكلموا عن الإسلام، تكلموا أنتوا عن الإسلام. ولذلك يا أخواننا شوف منهج الصوفية ده منهج باطل. أولى ما يحارب الآن على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تبين للمسلمين العقيدة الصحيحة، تبين لهم وتكشف لهم الباطل وتهدمه. وهذا قد تخاذل عنه أنصار السنة، صار السنة كلهم بكل أجنحته والطائرة وكلها اتخاذلوا عن الموضوع ده، كلهم اتخاذلوا. أي واحد اللي بقى جاري مصر أنا البصيرة يدوه كم كده، يدوك كم ريال مصري ولا اسمه شنو جنيه مصري، وداك جاري وين الكويت، وداك جاري وين اندونيسيا. يا زول تكلم في التوحيد، تكلم في التوحيد، فهمت؟ او يا شيخنا فلان زول تلقاه تاجر مثلا، صار صنة ده الشغل بتاعهم، تلقاه زول تاجر، فهمت؟ عشان التاجر ده بدي داك قروش قول له يا شيخ فلان رايك شنو، اعمل كده ولا ما اعمل؟ يا زول انت شيخوك على شنو؟ عشان تباري الكتاب والسنة وعشان تباري التاجر ده، كل لخبطة ولعب، فهمت؟ فلذلك أخواننا الدعاة عليهم اشتغلوا في التوحيد. وأوعى يجيك واحد تلقاه مجدوع في محلة من المحلات وموضوعه كله الحزبيات، فهمت؟ دين احنا قاعدين نتكلم عنها بقدرها، لكن ما بكون الأولوية بالنسبة لنا، لأنه الأولوية نحن بالنسبة لنا الصوفية، صوفية ديل ديل الأولوية بالنسبة لهم، لأنه دي عقائد بقت متجذرة في الشعب السوداني. واحد يقول لك والله لساني ده ربط كده، لسانه ربط ما بيعرف إلا الكباشي، اللسان ربط كده ما بيعرف إلا الكباشي، ده مش آخر لو يقطع لسانه يصوم قدومه ده، فهمت؟ دي عقائد بقت متجذرة. الحبوبة تقول لك والله ولادي كلامك صح، تقوم فوق وحات النبي، دي أقل حاجة، وحات واتحسونا، وحات وحات حليفة بغير الله، عقائد متجذرة. تقول لا يا حبوبة الشيخ ده ما بينفع وما بيضر، تقول لك قوم مني يا ولد، انت بقيت مسخوط، الشيخ ده بيسمع في كلامك يقوم يرمي فوق السقف. الشيخ بيسمع شنو؟ الشيخ لو سمع كلامي بيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الشيخ ده لو رجع والله كان تاب، فهمت؟ دي عقائد متجذرة. ولذلك الدعاة الواجب عليهم انه يعني يركزوا على هذه الأمور، ودي تكون الأولوية بتاعتهم، واشتغل بما فتح الله عليك. زي ما وصى الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، قال انت عندك معلومة داعية بتاع التوحيد قدم للناس، ما مهم انك الا تجمع لك 17 تزكية زي ما بيعملوا الجماعة الان تبع نزار هاشم وحسن عطلة ومين عمران، مجموعات كثيرة جدا تلقاهم، فهمت؟ الشغلانية هي ما ماركة مسجلة، الشغلانية دعوة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تشتغل ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك الأجر، لكن كلها معدية لي الحلبي طار والحلبي ركة وديلك مبارين الرئيس، وده كان عندي تزكية من فلان وزكاني فلان. يا بني آدم استغل دعوة للتوحيد الله دي. طيب قال السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قلت لواحد أنا ماشي السعودية وهارب بديني من الفتن في السودان، وأتعلم عند العلماء الموثوقين كالفوزان وربيع وغيرهم، ماجي السودان تاني، هل شنو كده على ذلك؟ يعني كانوا بيسأل هل نوافقوا على ذلك؟ والله كونك تمرب الهروب من الواقع ده أخواننا ما حل، لكن كونك تمشي مثلا السعودية لو ربنا وفقك وتمشي تقرأ عند العلماء عشان تجي راجع تاني تشتغل دعوة، ده شيء طيب، ده مطلوب، ربنا يوفقك ويعينك. أما عشان تمشي وتاني تجي تمشي تقعد هناك وما تجي راجع، ده أخواننا ما بينفع. وكثير من الجماعة اللي يقول الشغلة حارة يقعد هنا وشغلانية فيها سجن وفيها كذب وفيها إشاعات مدورة، فهمت؟ كونه يركزوا في الموضوع ده اللي يقول حارة، هناك بيمشي السعودية وبيدو مرتب ماشي وكذا وزور رطب، وتاني ذاته بيقى ما بيقدر على حر السودان ده، الشمس دي ذاته يقول لك تعمل لي هناي كده وديني رويال كير، احنا كده خلينا هنا ده في سوق مدفز وده، فهمت؟ بنشتغل مع الأمة دي ربنا يتقبل الموضوع ده، فهمت؟ في ناس ما قادرين عليه، فأنت إذا بتمشي كده كويس. اما اذا بتمشي لي تقول لي انا ماشي ليمين الرئيس وانا ماشي لي زعموط العريفي، واحد تلقاه ماشي من هنا ماشي للعريفي، يا زلمه انت مسكين ولا شنو؟
ما لك وما العريف انت تعرف للعريف شنو انت ما تمشي. او زول قد يمشي للعلماء العلماء فهمت، لكن يجي راجع هنا يقول لك من زكاك اوعك تمشي خليك قاعد هنا. ده من زكاك من زكاك شنو يا زول؟ العلماء ذاتهم بيقولوا لك اذا تعلمت مننا العلم امشي بلغه وركز على التوحيد. دي وصايا العلماء الان. الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان في شرحه على نواقض الاسلام في المقدمه قال: والان انظر الى العالم الاسلامي تجد المنظمات، ده كلام الشيخ الفوزان، قال: وتجد الجمعيات واموال تنفق، قال وسيارات الى اخر، ولكن انظر الى واقع المسلمين الان الشرك وعباده الاضرحه وعباده القبور من دون الله. فهمت؟ فاذا انت بتمش وتاني تجينا خازوق اخير لك اقعد هنا اصبر لاوي البلد دي كده لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليك. طيب قال نحن شباب سلفيين نلعب كره قدم مع بعضنا ولكن من غير شروطها المعروفه، مش شنو كده ما اعرف الكورنة والجدعة وملابس الكفار فما حكمك؟ الشيء اللي بعرفه انا اذا ما كان فيها الا المخالفات، في ناس بيعملوا قمار يقول لك الغالب نجمع قروش والغالب يشربوا البيبسي، مش في حاجات زي دي؟ دي خليها شروط، دي باطله ظاهره البطلان. وفي كشف العورات هتقول لك طبعا انا داير احاكي مارادونا فهمت، وتلقاه لابس ليش انكارات يا زلمه سكاكاتك دي استر الله يهديك، انت ما تفضح روحك الله يهديك، انت بتاكل شنو يا اخي؟ ما تفضح نفسك. ده واحد. اثنين، ده فتح للعوره، ده عدم ستر للعوره، ما بيجوز. اذا ما فيها تضييع للصلوات وكذا وده ما كان همك الشاغل يعني نادر تلعبها او بعض مرات فترات بعيده مع اولاد وما فيها الفاظ والى اخر، ما فيها مخالفه للشريعه فما فيها، ما بنعلم شيء يحرمه. طيب ما حكم اكل الصدقات وما المكروه في اكل الصدقات؟ لان اغلب الناس يقول ليك لم اكل الصدقات. بارك الله فيكم وجعل رايتكم راية التوحيد، امين. طيب الصدقات يا اخواننا هي حرام. الصدقات، الصدقه المعروفه اللي هي الزكاه او غيرها من الصدقات دي حرام على اهل البيت لادله كثيره فهمت موجوده في السنه. فالصدقات هي حرام على اهل البيت، اما غير اهل البيت فانت تاكل الصدقه ما فيها اشكال. واما الشغل اللي بيعمله الصوفيه يقول لك احنا من اهل البيت والصدقه علينا حرام، كذاب ساكت يقول لك ان الصدقه حرام ما بناكل الصدقات، وبغادي يمشي تلقاه واقف في الصف بتاع ديوان الزكاه، الزول عنده عمليه تلقاه واقف قدامه، والبيسال محتاج تلقاه واقف قدامه، فهمت؟ طيب قال زعم الدكتور يوسف الكودة في عمودي في صحيفة الصيحة بأن تغيير عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق ليس بإشكال، لأن كثير من الحدود في بلاد المسلمين تغيرت. مثال حد القصاص، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضربه ضربة بالسيف والآن أصبح شنقا ولا أحد احتج على ذلك. ما ردكم على ذلك؟ ما دليل يوسف الكودة هنا الواقع؟ قال لأن الواقع عند كثير من المسلمين. طيب الواقع عند كثير من المسلمين ينادوا الكباشي عند الشدائد، نقوم نخلي التوحيد عشان الواقع. الواقع عند المسلمين انه الناس بيسمعوا غناء، هل نحن نقوم نباري الواقع؟ ربنا قال: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فهمت؟ والمساله دي هينه جدا، الرجم ده هين جدا لانه ده من حدود الله. ربنا قال: والله يحكم لا معقب جنو لحكمه وهو سريع الحساب. انت قال يوسف الكودة عنده دي براه؟ يوسف الكودة قال النسوان، قال الانسان، قال ممكن يلبس الكندوم لما يجي يمارس الزنا عشان ما ينتشر الايدز. انت قال عنده دي براه، عنده بلاوي كثيره يوسف الكودة. وده كان انصار سنه مركز عام ومشى عمل حزب الوسط والى الان ما رفضه صار سنه. فهمت؟ ده يوسف الكودة. وعنده انه المراه ممكن عادي تبقى رئيس بتاع بلد، ده يوسف الكودة. هذول كلهم عطاله ساكت. بيقول لك الدكتور يوسف الكودة وتلقاه زول راسه فاضي، ما عنده اي معلومه ولا عنده علاقه بالاسلام الصحيح. خليه يمشي يفتح بلاغ برضه. قال ايوه. فكونه يا اخواننا الشيء ده واقع، ده ما دليل. نحن دليلنا ما الواقع. ربنا قال: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الواقع، فردوه الى الله والرسول. واما مساله حد الزنا، حد الزنا ده ثابت بأدلة متواترة. طبعا الوهمة بتاعت الشعبيين
إذا لقى آية صريحة في القرآن يقول لك لا دي ما بتجي مع العقل، والواقع الآن ما كويس، لأن الترابي قال لهم شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، قال ده كلام سياسي، وده في آخر أو الصفحة القبل الأخيرة في سورة البقرة، آية الدين أطول آية في القرآن. إذا لقى الترابي، عشان أوريك الشغل بتاع هوا، إذا لقى الدليل من السنة بيوافقه بياخذ به، زي حديث إمامة المرأة، حديث واحد بس في سنن أبي داود، فهمت؟ في باب في كتاب الصلاة في سنن أبي داود، وقد تكلم في بعض العلماء معنا الراجح أنه صحيح، فهو حديث غريب حتى في لاحات غريب، يعني ما جاء بطريق ثاني، أخذ به، فهمت؟ الترابي في مسائل كثيرة بياخذ بأقوال لبعض العلماء، لابن رشد ولغيره، وما بيقبل كلام الصحابة ولا بيقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف انه الشغل شغل بتاع هوا. اذا لقى انه الحديث لو لقاه انه مثلا ثابت كده بيقول لك لا ده حديث بتاع احد، يقول لك ده حديث بتاع احد. لو لقى انه الاحاديث جابها طرق متواترة يجي يقول لك لا احنا لابد يكون من القرآن، فهمت؟ وده كله لعب بالإسلام ولعب بالدين. زول بيطعن في حديث الرسول، قال حديث الذبابة، قال أصدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية للنسائي قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الرسول قال لك الضبانة لما تقع في الشراب بتقصد الجناح اللي فيه والداء، فهمت؟ الكلام ده جابوه سلف الترابي من المعتزلة الضلال، قالوا كيف يعني في ذبابة ضبانة يعني بتكون عارفة الدابة جاي والدوابة جاي وتجي خاشبة، يعني الكلام ده كيف؟ دارين يستهتروا بالسنة. العلماء قاموا ردوا عليهم كما نقل ذلك ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مختلف الحديث، قال لهم أنا الآن ما دار أرد عليكم لأنه ده موضوع تاني، مرد على الزنادقة قال لهم ده باب تاني، لكن قال لهم بديكم نموذج واحد. قال لهم انتم الان بتستغربوا انه الضبانه دي ما ممكن تخش بالجناح اللي فيه والداء وكده وكيف تكون بتعقل؟ قال لهم ربنا قال في القران قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. العلماء قالوا الايه دي تكلمت النمله دي في الايه دي اتكلمت بعشر انواع من انواع البلاغه، دي قارئ اداب الخرطوم، قرأ عبد الله الطيب، قرات الاجروميه، طيب كيف بالعقل؟ اجابت النداء والتنبيه والتسميه والتعيين والجمع، وفي نهايه الايه قامت اعتذرت لنبي الله سليمان قالت وهم لا يشعرون. شوف الكلام ده كيف؟ النمله دي مش نمله فاهمه؟ صح ولا ما صح؟ دي قرات وين؟ قرات بروتوكولات وين؟ قرأت مخاطبة الشخصيات المهمة وين؟ قرأتها وين؟ فهمت؟ ولذلك الزول بيدخل عقله كده ده زول بليد. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، نواصل الأسبوع القادم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.